من جريدة اليوم السابع عفوا المصري اليوم. الحبس ل 112 متهم في أحداث المسكي. قضت محكمة جناح المسكي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى أمس بالحبس لمدة سنة ل 112 متهما من بينهم 50 مخلى سبيلهم في قضية أحداث المسكي والتي وقعت في الذكرى الثالثة للثورة 25 من يناير. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وأيضا التحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على رجال الشرطة.